السلام عليكم. الآن دالحين يا شباب بنحاول ندخل في المثال الثاني. طيب، نحل مثال ثاني إن كيف نستخدم دالحين. الآن عندك قانون حددنا لك، لا قالوا لك في عندك أورفيس بليت ولا فنتوري ولا نوزل، ترى كلها تمشي مع الفكرة يعني ما تفرق. يقول لك أورفيس بليت is tested at 5 PSI differential pressure، وعندك فلويد مقداره 1098 كثافته، مقدار الكثافه حقته 1098 كيلوغرام على متر. لاحظوا الوحده ايش؟ بالاساي. هنا بايش؟ بالانجلش. هنا بالاساي طبعا. طيب والكي فاكتور حقه، لاحظوا كيف عبرها لكم، بي اس اي على كيلوغرام متر مكعب، قالوا على المنت. هذا التعبير حق الكي فاكتور. طيب at this condition it gives flow rate 26. طيب هذولا البرشر المحدد هذه والكثافة هذه أنتجت لي باستخدام هذا الأورفس هذه تحت الضغط الخمسة وتحت الكثافة المحددة ذي أنتجت لي 26 جالون لكل إيش دقيقة. السؤال، كم بيكون معدل التدفق فلوريت إذا استخدمنا نفس هذه الأورفس لكن إيش سوينا؟ حصلنا على 1.23 بار ديفرنشال برشر، يعني بين الموقع حق الهاي لوكيشن واللو لوكيشن. تمام يا شباب، بين الهاي وهذه الاورفس، وهنا الفتحه حقت الاورفس. تمام، والفلو يجيكم هنا يدخل ويطلع من هنا ويدخل ويطلع من هنا. تمام، يجيكم الفرق بين الهاي سايد واللو سايد 1.23 بارز بار. لاحظوا يا شباب ديفرنشال بشر. طيب والسائل هل هو نفسه؟ لا، برضه يقول لك السائل هذه كثافته، ولو تلاحظون ما اعطاني اياها بالكيلوغرام، اعطاني اياها بشكل ايش؟ باوند على فيت كيوب 61.49 دنسيتي. طيب نفس الشيء اذا استخدمناها على انه يونت ميجرمنت كوريكشن فاكتور، يعني ناخذ هذا القانون اللي هو حقنا هذا. تمام، نستخدمه. طبعا هو يقول لك ايش، اذا بتستخدم على شكل يونت ميجرمنت كوريكشن فاكتور لازم يكون هذا بي اس اي البرشر، ولازم يكون دنسيتي كيلوغرام على متر كيوب. بس اللي اعطيناكم اياه يا شباب هو بار وباوند على فيت كيوب. معناته ايش نسوي؟ ناخذ هذولا الخمسه بي اس اي اللي هي خمسه التجربه، البرشر اللي طلعنا منه نتيجه الكي فاكتور، ما هو البرشر الجديد، لا البرشر الاصلي اللي استخرجنا من خلاله قيمه الكي، نحوله على شكل ايش؟ بار، عشان يتوافق معايا مع المطلوب. وكمان الكثافه نحولها على شكل ايش شباب؟ على شكل باوند على فيت كيوب، علشان ايش؟ يتوافق مع المطلوبات اللي نبغى نستخدمها احنا. خلاص نحولهم. فالخمسه بي اس اي حولناها على شكل ايش شباب؟ الخمسه هذه بي اس اي حولناها على شكل ايش؟ بارز. والكيلوغرام حق الاختبار اللي استنتجناه به طلعناه على شكل ايش؟ باوند على فيت كيوب. برضه أأكد مرة ثانية، إحنا أخذنا البرشر حق الاختبار الأصلي وحولناه على المطلوب، وأخذنا الكثافة حق الاختبار الأصلي وحولناه على إيش؟ على وحدة المطلوب. تمام؟ بعدين مرة ثانية نرجع ناخذ القيم المحولة اللي هو البار الجديد هذا، البار حق الاختبار الأصلي والكثافة حق الاختبار الأصلي، أكد الاختبار الأصلي وليس الجديد. تمام؟ وندخلهم في القانون مرة ثانية. لاحظوا هذا القانون قد أعطوني إياه في المسألة، هو نفسه هذا اللي في المسألة، أعطوني إياه بي اس اي على كيلوغرام. إيش سوينا؟ نفسه، بس إيش سوينا؟ عوضنا، بدل خمسة بي اس اي حطينا إيش؟ هذه، وبدل الكيلوغرام هذا حطينا مين؟ الباوند على الفيت كيوب. ندخلهم ونعوضهم ونستنتجهم. شوفوا لاحظوا إيش طلع معي، طلع لي 3.73.11.7. طبعا والريزلت بيكون عندي كي فاكتور بيكون على هذا الشكل. طبعا لاحظوا هذه الوحده حقتها لانها حاسبين على شكل ايش؟ كوركشن فاكتور، ما هو على انجينيرنج ديزاين. طيب الان نقدر نستخدم هذه الجديده، الان القيم الجديده اللي طلعناها نبدا نستخدمها في المطلوب. المطلوب عندي ديفرنشال بريشر 1.23 وعندي كثافه الماده حقتها باوند فيت، على طول مباشره نعوض هذا هنا ونعوض هذا هنا ونعوض الكيو بيطلع لنا بالكيلوغرام بالجالون على المنت على الدقائق. نستخدم القانون، لاحظوا نفس الكيو فاكتور الجديد اللي طلعناه،
ونعوض فيه القوانين. يطلع لي كم يا شباب؟ يطلع لي في النهاية 52.7 جالون بريش منت. طيب إذا نبغى نستخدمه على شكل انجينيرينج جيومتري، على شكل هندسة الحلق والفم دايمنشن، نسميها انجينيرينج دايمنشن، احنا ايش بنسوي؟ نضطر نغير كل الاختبار الاصلي، قيم الاختبار الاصلي، هذولا الثلاثة، هذا وهذا وهذا، نضطر ان نحولهم كل ابوهم على شكل ايه يا شباب؟ على شكل وحدات متوافقة. طيب نحولهم على شكل وحدات ايش يا شباب؟ متوافقة. فمعناتها الخمسة بي ساي تحولت على شكل كم؟ البندل، بندل على فيت سكوير. طبعا تذكروا البندل عبارة عن ايش؟ عن الباوند ماس مضروب في الفيت على السكند سكوير، على السكند سكوير. طبعا غير البي اس اف، البندل يا شباب غير البي اس اف، لا احد يلخبط. طيب بندل على الفيت سكوير غير البي اس اف، حولنا خمسة الين هذا البندل. طيب والكيو حولناها من جالون الى كم؟ الى 0.05895 فيت كيوب على سكند. طيب والدنسيتي حولناها من كيلو جرام، لاحظوا 1098 كيلو جرام، الى ايش شباب؟ الى باوند على فيت كيوب. لاحظوا كلها فيت باوند، طبعا الباوند جوة البندل هنا، طبعا فيت سكند. حلو. طيب دالحين our k factor equation will be، في الحالة هذه شو بيكون؟ بنعوض القيم الجديدة هذه نفس قانوننا اللي استخدمناه، عوضناه يطلع لي هنا. لاحظوا استخدمنا برضه فيت سكوير في الحالة دي، بينما هنا فوق ما قلنا فيت سكوير. شوف لاحظوا ايش سوينا هنا، سواليف لخبطة، بينما هنا قلنا لا هنا فيت سكوير. أخذنا الفيت سكوير رجعناه، هذا هو القانون. الآن صار عندي على شكل انجينيرنج يونت. طيب اللي اعطاني اياه بالبار برضه، حتى البار هذا لازم احوله على الوحدة المتوافقة اللي هي البندل فيت سكوير، وكما الدنسيتي، بس الدنسيتي تقريبا هو اعطانا دنسيتي متوافقة جاهزة، يعني هي متوافقة مع الوحدات تلقائيا اللي اعطاني اياها في المسألة اللي هي هذه، اقصدها انا طبعا اللي هذه شباب، اللي هو الدنسيتي الجديد، الدنسيتي المطلوبة طبعا هذه تلقائيا جاهزة، باوند على فيت كيوب ما يحتاج نحولها، بس فقط نحتاج هذا نحوله على شكل ايش؟ على فيت وباوند، نحولها على شكل فيت وباوند متوافق مع الفيت والباوند. طيب حولناه على شكل فيت والباوند وطلعنا بهذه القيمة، وهذا اللي اعطاني اياه هو في المسألة جاهزة اصلا، خلاص نستخدمها في الكيو الجديدة، في الكي الجديدة، يضربها يطلع لنا الناتج عندي فيت كيوب على سكند، ما هو قالون يا شباب فيت كيوب على سكند. لو حاولنا نحول فيت كيوب على سكند الى جالون على منت يطلع لنا الناتج هذا. طيب لاحظوا يا شباب ان فيه شوية خطأ بين الجديد والثاني الاول، بين الطريق الثاني والطريق الاول في نسبة خطأ بينهم، في مقدار خطأ. الاول طلعناه على ان 52.771 جالون بير منت، بينما الطريقة الثانية طلعت لي 52.30899 جالون منت. طيب عندكم هنا طلع لي خطأ مقداره كم؟ 0.04621 جالون بير منت. لاحظتوا؟ هذا هو. فضروري يا شباب احنا نركز في سالفة الوحدات، هل نتعامل مع الكي فاكتور على انه يونت كوركشن فاكتور؟ وهذه الطريقة عرفناها ان نحول كل برشر بحيث يتوافق مع الشكل المعطى، او ان نتعامل معه على شكل انجينيرنج. اذا بنتعامل معه على شكل انجينيرنج يونت معناتها لازم كل المدخلات تكون متوافقة، تكون كلها متناسقة جميع المدخلات، سواء الاختبار الاصلي او المعطيات اللي المطلوبة لازم كلها تكون متوافقة، بينما الكوركشن فاكتور لا ما يشترط، اهم شيء ان تكون الاختبار تتوافق مع وحدات المعطى. هذا هو الفرق بين المعاملتين، بين الطريقتين. وطبعا حيكون في نسبة فرق، اكيد حيكون في نسبة فرق في القراءة، بس يعني قد تكون يعني فرق مش كبير جدا، يعني مش غالب. طيب نتوقف هنا يا شباب ونكمل في الفيديو الجاي، انتظروني في الفيديو الجاي. السلام عليكم.